السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير من طرابلس في ليبيا. تحتفل الهيئة العامة الليبية بالتعاون مع جمعيتي الجمعية الليبية للحياة البرية وجمعية أصدقاء الشجرة باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. سيكون الاحتفال يومي 22 و23 مايو من هذا العام، وسيكون في جزيرة أبسيس التي تقع شرق طرابلس. بإذن الله سيكون يوما حافلا، فشاركونا وأهلا وسهلا بكم.